أسعد الله مساكم في حلقة جديدة من برنامج مسائي. حلقتنا الليلة فيها التنوع في الضيوف والمواضيع. رح نتعرف مع بعض عن الفرق التطوعية الإغاثية اللي انطلقت إلى الصومال مؤخرا بتواعد كويتية وما هي مشاهداتهم هناك، وكذلك رح نتعرف على حفل الكويت تشدو الذي يجمع كوكبة من منشدين الوطن العربي. لكن بداية نبديها في هذا التقرير اللي راح يعرض لنا إقامة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيسها. معرض الفنان الكويتي عبد الرضا كمال بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح. نشاهد هذا التقرير ونرجع لكم تالي. سعيد بوجودي في بيت الفن في هذا المقر العريق احتفاء بمرور 50 سنة، وتشرفت كذلك أن أحضر وأرعى معرض جميل جدا يحتوي على أعمال أحد رواد الجمعية وأحد أعلام الفن التشكيلي بالكويت الفنان عبد الرضا كمال. كل الشكر لإتاحتي هذه الفرصة برعاية وحضور هذه الفعالية، وكل الشكر للقائمين على هذه الجمعية الأستاذ عبد الرسول وكل الأخوان أعضاء مجلس الإدارة وكل الفنانين اللي توافدون لمقر الجمعية من أجل تنمية مواهبهم وقدراتهم، وأمل إن شاء الله نلتقي وإياهم دوما وأبدا في مثل المحافل يا رب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة احنا اليوم نحتفل بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، وهذه الاحتفالات راح يستمر إن شاء الله لمدة عام. راح نبدأ بمعرض لإحدى الرواد من الفنانين الذين ساهموا منذ الستينات في الحركة التشكيلية إلى اليوم. عبد الرضا كمال واحد من الفنانين الكاريكاتيريين الذين ساهموا في فن الكاريكاتير وأسسوا هذا الفن. اليوم يختلف تماما عن فن الكاريكاتير، فهو يقدم حوالي أكثر من 30 لوحة يتكلم فيها عن اللون، فهو يستخدم اللون في موضوعات ومفاهيم عن الطبيعة وعن الواقع وعن البيئة، ولكن من غير أن يقدم أي شكل من أشكال الواقع. وزارة التجارة أطلقت خدمة النافذة الواحدة اللي بدورها تختصر الوقت والجهد في إصدار الرخص التجارية. حول هذا الموضوع راح يكون معنا الأستاذ فهد بشير المزيد مراقب التواصل والدعم الفني في وزارة التجارة. حياك الله معنا. حياك طول عمرك. أستاذ فهد، يا ريت في البداية لو تكلمنا عن فكرة إنشاء النافذة الواحدة. مركز الكويت للأعمال وهي إدارة النافذة الواحدة تتبع معالي وزير التجارة والصناعة. نعم.
جت فكرة الإنشاء هذا وفقا لقوانين الشركات وقانون الشركات رقم 1/2016 واللائحة التنفيذية للقرار الوزاري التي أصدر برقم 287/2016. قمنا بتجميع بعض القرارات والقوانين التي يعني أدت إلى إنشاء هذه الإدارة، من ضمنها قوانين قانون هيئة الاستثمار المباشر وقانون صندوق الكويتي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك قانون الشركات وقانون التراخيص. بالبداية الفكرة تم تجميع تلك القوانين والقرارات باجتماعات مصغرة جدا بدايات 2015 تقريبا. استمعنا مع الجهات الحكومية وذلك للربط الإلكتروني، والحمد لله بفضل الله من بداية شهر 9 أطلقنا هذه الإدارة. كانت بداية غير إعلانية بشكل كامل، يعني كانت تجربة والحمد لله توفقنا فيها، لاقت النجاح المطلوب. بالضبط، الحمد لله يا رب. جميل. الحمد لله. إذن إذا بنتكلم على المبادئ الأساسية اللي انبنت عليها هذه الفكرة، هي المبادئ الأساسية بالأساس هي حكومة بلا ورق نهائيا، تقديم الطلب أونلاين ما في أي ورقة نهائيا، تغليص الدورة المستندية، تغليص الخطوات كذلك. بالسابق الخطوات كانت كبيرة، تأسيس شركة وإصدار تراخيصها، حاليا تقلصناها بشكل كبير الحمد لله. صحيح، نتمنى أن هذا الشيء يستمر مع كافة القطاعات الحكومية الأخرى، راح تريح الكثير من المواطنين والمقيمين أيضا في إنهاء هذه الإجراءات. بالطبع. إذا بنتكلم على الأهداف اللي حابين تحققونها من وراء هذا المشروع، هو أهدافها بالأساس مثل ما قلت حكومة بلا ورق، كذلك تحسين بيئة الأعمال وهذه مهمة جدا بالنسبة لنا. تحسين مؤشر دولة الكويت في مؤشر بيئة الأعمال، كذلك الشفافية في التعامل مع الجهات الحكومية. في التواصل عن طريق الربط الإلكتروني، في قراءة الداتا بيننا وبينهم، فهذه من الأهداف المهمة جدا يعني. جميل. إذا بني على يعني أكيد هذا المشروع انبنى على يعني عوائق كانت تواجه المواطن، وأيا كان حاب أنه هو يراجع وينهي أوراقه الرسمية، وطلع لنا هذا المشروع اللي أكيد يريح الكثير. إذا بنتكلم أكثر على شلون ساهمت إدارة النافذة الواحدة بتحسين بيئة العمل نفسها، ساهمنا أعطيت الخطوات بالسابق وحاليا. خطوات الإجراءات، إجراء التأسيس وإصدار الترخيص كان يأخذ من 45 يوم إلى 65 يوم. إيه، كان الواحد تطلع روحه على ما يخلص. حاليا من 3 إلى 5 أيام. ممتاز. الخطوات التأسيس كانت أكثر من 60 خطوة تقريبا، حاليا من 7 إلى 8 خطوات. جميل. بالسابق كان مستندات كثيرة، من ضمنها بطاقة مدنية، شهادة معلومات مدنية، التأمينات الاجتماعية، وعقد أجار، وصل أجار، حاليا زيرو ولا ورقة نهائيا. ممتاز. ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية، فنقرأ الداتا من الجهات هذه كلها. جميل. زي شنو الجهات اللي مشاركة معكم في هذا المشروع؟ الجهات عندنا المعلومات المدنية والهيئة المعلومات المدنية والتأمينات الاجتماعية وبلدية الكويت، وزارة الداخلية، الإطفاء، وكذلك هسه اتحاد المصارف والبنوك. نرجع احنا رابطين مع 23 بنك ما شاء الله بالكويت، ربط آلي نهائي. جميل. إذا بنتكلم أكثر على شلون تتم إجراءات العمل في هذه الإدارة تحديدا، الإجراء العمل جدا بسيط، يقدم عن طريق الأونلاين من الويب سايت مالنا اللي هو www.kbc.gov.kw. يقوم بتقديم الطلب تأسيس الشركة ومجموعة خطوات يقدمها. الأمانة إنه وفي فيديو توضيحي كذلك يشرح له طريقة تقديم الطلب إذا كان مو عارف الطلب. يقدم الطلب، يوصل له إيميل برغم الطلب إنه تم قبول الطلب بنجاح. وما زال قيد الدراسة على الأسماء التجارية اللي تم اختيارها من قبل مقدم الطلب. بعد كذلك يتم الإرسال للطلب هذا آليا إلى وزارة الداخلية. حلو. يأخذ الموافقة على الشركاء بالصحيفة الجنائية. ومتى ما أخذ الموافقة على الصحيفة الجنائية، طبعا كل خطوة قاعد نسويها احنا يوصل له إيميل يقول له ترى طلبك وصل المكان الفلاني. تراكينج مثل بالضبط. ما يقولون. فلما تأخذ موافقة الداخلية عقبه يتوجه دايركت حق أي بنك هو يحتاجه بالرقم المركزي اللي واصله بالإيميل. حلو. يحجز رأس المال ويجي على طول عندنا في إدارتنا اللي في منطقة إشبيلية حاليا،
ويأسس شركته يوقع ويستلم السجل التجاري. صراحة وايد شيء مهم. هذا بالنسبة للتأسيس، احنا عندنا إصدار ترخيص كذلك. إيه؟ احنا فصلنا التأسيس عن الترخيص. حلو. الترخيص كذلك نفس الموضوع، يقدم الطلب عن طريق الأونلاين وفي كذلك فيديو توضيحي جدا بسيط وسهل. حلو، يعني قاعد أقول لك شيء جدا مريح، يعني مثل كان صداع في الرأس أنك أنت تخلص هذه الإجراءات، ومثل ما قلت كانت فترتها طويلة جدا علشان تخلص إجراءات والأوراق هذه. خطتكم القادمة إن شاء الله من تطوير لهذا المشروع شنو راح تكون؟ هو في تطوير، في ربط مع عدة جهات أخرى كذلك. نعم. وما زالت قيد الدراسة حاليا، في عدة اجتماعات قاعد تحدث يعني في الأيام القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله بتشوفون الخطوات بتغل أكثر إن شاء الله، وكذلك الأيام بتغل أكثر بإذن الله. إيه نعم. إذن أستاذي، إذا أنا مثلا الحين أبي أعدل على العنوان، ولا أبي أعدل على شغلة معينة في البيانات اللي موجودة، هل أيضا هذه تكون أونلاين؟ لا، هذه أونلاين بس عن طريق إدارة أخرى، غير إحنا خاصة، غير إدارة إحنا مختصين في التأسيس وإصدار التراخيص فقط. فقط فقط حاليا إن شاء الله، بس مختصين في تأسيس وزارة التراخيص حاليا. إنزين، شنو الأمور اللي يحتاج فيها أنه هو يراجعكم، ولا كل الأمور يقدر يخلصها أونلاين؟ هو يراجع، هي زيارة واحدة فقط. فقط هي الموضوع كله يجي بزيارة واحدة، اللي هو وضع اللي هو عقد توقيع عقد التأسيس. المحرر الموثق العدل لازم حضور صاحب الشركة أساس يوقع على عقد التأسيس، إنه محرر رسمي يعتبر. نعم. فلازم حضوره بس، وهذا هو وقت استلام الترخيص. في حال اصدار الترخيص، وقت استلام الترخيص يستلمه شخصيا بس. انزين، توقعاتك متى راح نشوف الحكومات والجهات الاخرى ممكن ان هي تكون شغلها كلها اونلاين ويصير الربط بينكم هم؟ والله الامانه الجهات الحكوميه جدا متعاونه معانا، وان شاء الله احنا في يعني الجهات الحكوميه كذلك ان هي مرتبطه في تحسين بيئه الاعمال، فطبيعي لازم يعدل، لازم يسوي اجراءات الكترونيا اساس انه يقدر يحسن بيئه الاعمال. المؤشر الكويت بيئه الاعمال حاليا، واحنا كالبزنس احنا على رغم مؤشرنا 102، وان شاء الله راح ينزل ان شاء الله، نوصل مراحل متقدمه باذن الله. نعم باذن الله. قواكم الله على هذا المجهود الطيب صراحه، ريحتوا الكثير من خلال هذا المشروع الجميل. شكرا لك فهد بشير المزيد، مراقب التواصل والدعم الفني في وزاره التجاره، على حضورك وتواجدك معنا. طول عمرك مشكور، انت اللي مشكورين ما قصرت. شكرا لك. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم، لكن نروح الفاصل ورادين. بالرغم من قلة المهرجانات الإنشادية في السنوات الأخيرة، إلا أن لها جمهوراً كبيراً يرغب بحضورها وسماع المنشدين على عتبة المسرح. نظراً لما لها من طابع وطرب خاص، معنا في هذه الفقرة الأستاذ محمد جاسم القصار، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الكويت تشدو. حياك الله أستاذ. الله يحييكم ويعطيكم العافية. الله يعافيك أستاذي. في البداية، شنو سبب اهتمامكم في الإنشاد الإسلامي؟ يمكن مثل ما قلتي في المقدمة، يمكن الإنشاد هذا فن موجود على مر العصور، يعني قديم من يمكن من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رد في السير أن الحادي كان ينشد وكان يحدو مع القطعان على يعني البعير والسفر كذا. استمر الإنشاد وتطور خلينا نقول مراحله إلى يومنا هذا، يعني يمكن باستخدام الوسائل القديمة إلى أن دشت الاستديوهات، إلى أن تم يعني إصدار الإصدارات الإنشادية متميزة، إلى أن قاعد نشوف الحين مهرجانات الإنشادية وصلت إلى العالمية، يعني قاعد تصير بأوروبا وبأمريكا ومختلف الدول. جمعية الإصلاح الاجتماعي من يعني هي خلينا نقول خذت على عاتقها يعني في السنوات الماضية أن هي راعية الإنشاد وماسكة هذه خلينا نقول الراية اللي هي الفن الهادف والفن الراقي. زين، فالحمد لله قامت العديد من المهرجانات، توقفت مثل ما قلتي في السنوات الماضية، قامت وزارة الأوقاف أيضا بدور كبير في المجال هذا، عملت بعض المهرجانات لكن آخرها يمكن كان سنة 2006 أو 2007. نعم. السنة الماضية مبادرة شبابية داخل خلينا نقول من الشباب المهتمين في هذا المجال، اجتمعوا وتبنتهم جمعية الإصلاح الاجتماعي، والحمد لله يعني صار بالشراكة مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وهو خلينا نقول الجهة الحكومية الرسمية الراعية للجانب الفني والجانب الأدبي داخل دولة الكويت. وأقيم المهرجان السنة الماضية في فبراير،
السنة هذه يعني بعض الإجراءات الإدارية أخرت يمكن المهرجان اللي يكون في فبراير، لكن خلينا نقول خذينا على عاتقنا أنه لازم يصير. وخلينا نقول حتى لما نتكلم عن احتفالات بالوطنية واسم الكويت تشدو، احنا نشدو باسم الكويت سواء في فبراير وغيره وطول السنة. طول السنة صح. فلذلك تم إقامة المهرجان، راح يكون إن شاء الله يوم الخميس القادم، وهو طبعا يعني من المسارح الجميلة في دولة الكويت، اللي هو مسرح أبو عدنان عبد الحسين عبد الرضا اللي بالسالمية، من أجمل المسارح خلينا نقول اللي تبع المجلس الوطني، فجزاهم الله خير على شراكتهم ويانا للسنة الثانية على التوالي، وراح يكون يوم الخميس مهرجاننا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لكم يا رب. ذكرت إنه توقفت هذه النوع من المهرجانات، وقد يكون هذا التوقف هو اللي أثر سلبا على الحضور في الفترة الأخيرة. شلون تقيم تجربتك الخاصة مع هذا المهرجان خاصة إنكم سويتوه العام؟ إيه طبعا، هو لما انقطعت المهرجانات الإنشادية أو خلينا نقول صارت شحيحة، الاصدارات الانشاديه والمنشدين شغالين خلينا نقول في اصدار البوماتهم، في مشاركه مهرجانات يمكن خارجيه، لكن بالكويت وعندنا في المنطقه توقفت. الحمد لله السنه الماضيه يعني بعد ما طرحنا خلينا نقول فكره مهرجان الكويت تشدو الاول في السنه الماضيه، شفنا اقبال كبير من الجمهور. الجميل بالجمهور انه جمهور اول شيء كويتي، شبابي، من رجال من النساء، بالإضافة إلى جمهور مجلس التعاون أيضا شاركونا. يعني لما نتكلم عن من 10 إلى 15% من الجمهور من دول مجلس التعاون، من الإمارات، من البحرين، من قطر، من السعودية، من سلطنة عمان، فوايد جميل أن يشاركونا أشقائنا، وكانوا شاركونا فرحتنا في احتفالاتنا الوطنية السنة الماضية. لأن السنة الماضية أقيم قبل خلينا نقول 24 و25 كان يوم 17 أو 18 فبراير، فشاركونا الفرحة، وخلينا نقول أغلب الأناشيد كانت تتكلم عن حب الكويت وحب الوطن، ونشدوا خلينا نقول بكلمات جميلة عن هذا الوطن الغالي اللي حق يعني علينا كبير. صحيح. شيء بسيط نقدمه له، وخصوصا في هذا الفن اللي لا جمهوره ولا الناس تطلبه، اللي هو الفن الإنشادي، الفن الهادف اللي يعني يوصل خلينا نقول يوصل، يركز وايد على الكلمة ويركز وايد أيضا على اللحن، وطرحناه بطابع خلينا نقول مو تقليدي. يمكن المهرجانات الإنشادية اللي صارت حتى الفترة الأخيرة بدولة الكويت دائما تعتمد على نظام الماينس 1 او نظام بلاي باك اللي المعروف حتى في الاغاني. ما ادري احنا خلينا نقول لجنه المنظمه حق المهرجان يعني خلينا نقول تعبت وايد عشان تقدم المهرجان بطريقه مباشره. يعني حتى المهرجان كامل بنظام لايف، ما راح يكون فيه شيء مسجل خلينا نقول بلاي باك. وايد من الناس حتى المتابع حق الموضوع يقول لك انا ليش اي طالع المهرجان وهو نظام بلاي باك؟ صح. عندي الالبوم مال المنشد او مال الفنان، ليش احضر المهرجان؟ لكن مثل ما انت عارف حتى مثل ما يصير في الاحتفالات الموسيقيه، لما يكون الوضع لايف غير لما يكون طبعا الاغنيه او النشيده بنظام البلاي باك. فعشان كذي احنا المهرجان فل من خلينا نقول كورال، الكورال مشاركين ويانا فرقه جايه متخصصه في المجال هذا. نعم. من اعرق الفرق الانشاديه في مجال الكورال اللي هي فرقه امواج البحرين. نعم. جايين تسعة من البحرين لهذا الغرض. نعم. وايضا الايقاعيين، المهرجان مو بس بدون ايقاع، يعني حتى الجانب الانشادي يتطور انه يكون فيه الايقاع. صحيح. ايقاعيين محترفين شباب من داخل الكويت هم اللي راح يكونون طبعا معانا في الايقاعات. ممتاز، يعني قاعد تقول لي تفاصيل جدا جميله، شوقنا الى ان نحضر ونشوف هذا المهرجان الجميل. يعني المهرجان السابق كنتوا مواضيعكم اكثر اللي تركزون عليها او الرسائل اللي تحبون توصلونها هي وطنيه بحته، هذا المهرجان شنو راح تركزون عليه من رسائل؟ بالسنه الثانيه على التوالي ايضا في تركيز على الجانب الوطني، كون خلينا نقول المهرجان يحمل اسم الكويت تشدو. نعم. ومثل ما قلنا ان عندنا شح في المهرجانات الانشاديه، فلذلك تركيزنا اساسي، يعني خلينا نقول ثلث الاناشيد ممكن يغطي الاناشيد الوطنيه ويتكلم عن حب الكويت. في مواضيع ثانيه مثل ما ذكرتي تتكلم عن يعني محبه الله عز وجل، هذا يعني خلينا نقول موضوع اساسي تغطي اناشيدنا، محبه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض القيم والاخلاق الفاضله اللي يدعو لها ديننا الحنيف، وايضا عاداتنا وتقاليدنا في دوله الكويت، هذه راح يكون لها نصيب. نعم. بدايه في نشيده عن الام، تتكلم ايضا عن الام ومحبتها، يعني خلينا نقول في خلطه من الاناشيد. جميل. اللي تغطي اكثر من موضوع، تخرج بطابع فني راقي يوصل ان شاء الله للجمهور اللي راح يحضر معنا في المهرجان ان شاء الله. كلمنا اكثر عن المشاركين في هذا المهرجان، من راح يشارككم ان شاء الله؟ اي نعم، الحلو ايضا في المهرجان طبعا ان انطلاقته من دوله الكويت، ففي تركيز اساسي على المنشدين من دوله الكويت. احنا عندنا ثلاثه من دوله الكويت، ويمكن ماخذين مختلف الشرائح، يعني عندنا المنشد المخضرم من اشهر المنشدين عندنا في الكويت احمد الهاجري. نعم.
وايضا بعده عندنا الاخ يعني خلينا نقول ايضا منشد صاعد صار له كم سنه لكن عمره صغير جامعي شاب جامعي اللي هو اخونا يوسف الايوب. نعم. وايضا راح يشاركنا خلينا نقول حتى الشباب والنشأ والاعمار الصغيره كان لها نصيب. يمكن كلنا تابعنا دعايه خلينا نقول احدى البنوك المحليه في الايام الوطنيه. نعم. اللي هو الطفل براء الخالدي نشيدته اللي عن حب الكويت راح يكون معنا ايضا ان شاء الله في المهرجان. فاحنا عندنا ثلاثه من الكويت واربع مشاركين من الخارج. حاولنا نغطي كل دوله من دول مجلس التعاون خلينا نقول في لها مشاركه يعني قدر المستطاع. في عندنا المنشد محمد الجبالي منشد. نعم. معروف السعودية. عندنا المنشد أيضا المخضرم أسامة الصافي من الإمارات. وأيضا عندنا المنشد من سلطنة عمان إبراهيم با عمر. وأيضا أخواننا حتى يعني خلينا نقول أشقائنا العرب من الشام معانا المنشد عبد الفتاح وينات من الأردن. ومثل ما قلنا فرقة الكورال أوردي جاية من البحرين. من البحرين. فإحنا تقريبا غطينا كل الدول وإن شاء الله حتى قطر يكون لهم نصيب في المهرجانات. إن شاء الله يعني ما شاء الله مجموعة جميلة وراقية من جميع الدول العربية تشارك في المشاركة في إرسال هذه الرسائل الاجتماعية الوطنية وأيا كانت. يعني جميلة نشوف مجموعة تعبت علشان تطلع مثل هذا المهرجان الجميل. ذكرنا وين راح يكون المهرجان ومتى؟ أول شيء المهرجان طبعا راح يكون يوم الخميس إن شاء الله في مسرح مثل ما قلنا عبد الحسين عبد الرضا بالسالمية معروف. راح يكون الساعة 7:45 دقيقة. احنا راعينا الوقت انه يكون بعد صلاة العشاء حساس يكون الوقت متاح ووقت يسع المهرجان. المهرجان تقريبا مدته ساعتين الى ساعتين الى ربع. نعم. الحلو يعني يمكن اضافة اقولها عن المهرجان ان من الفكرة الى التنفيذ النهائي كله مجموعة من شباب الكويت. يعني شباب متطوعين من الشباب ومن البنات اللي حطوا الفكرة اللي اختاروا المنشدين اللي صاغوا خلينا نقول اختيارات أيضا الأناشيد. نعم. اللجنة لجان النظام اللي راح تكون موجودة في البوابات داخل القاعة في إدخال الناس في إخراجهم كله مجموعة. يعني ما جبنا ناس من برا. نعم. كله شباب كويتيين من الصغار حتى النشء راح يكون معنا حتى يساعدونا في التنظيم. فأنت يعني خلينا نقول مجموعة شبابية. وأيضا يمكن طريقة الحجز في المهرجان ميزتها يمكن إحنا يعني حتى دعمنا للشباب توجهنا إلى شباب كويتيين عندهم مشروع جميل اللي هو مشروع event.com. إيه؟ موقع إلكتروني كويتي يعني كل إيفنتات اللي داخل دولة كويت من فنية من إنشادية من أيضا معارض دائما هم جزاهم الله خير مجموعة يعني والله التواصل معهم راقي وبسيط. من السنة الماضية توفقنا. نعم. كنا معهم والسنة الحمد لله نكون وياهم event.com. مجموعة شباب كويتية يعني سهلت حتى عقل الناس مثل ما قلتي مجلس التعاون. صح. شلون يشاركون موفرين. صح. لهم كينت الفيزا يوصل لك على الإيميل يعني لوكيشن حتى اللي جاي من العام ياونا ناس عن طريق البر. ايه؟ يعني حددوا رحلتهم ويا دولة الكويت شاركوا احتفالاتها عشان المهرجان ما شاء الله. فباللوكيشن يوصل بالإيميل رسالة على SMS يعني طريقة بسيطة سهلة راقية تخلي الناس يعني وتسهل عليهم الحضور إلى هذا المهرجان. يعطيكم العافية على هذا المجهود الطيب. يعني ما هي غريبة على شباب الكويت إن هم يسوون هالنوع من المهرجانات علشان يمتعون فيها الجمهور. ويعني ونستني أكثر لما قلت إن كل اللي قاعد يشتغلون في هذا المهرجان كويتيين. طاقات شبابية هائلة. نشكرك على تواجدك معنا اليوم الأستاذ محمد جاسم القصار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الكويت تجدو. ويعطيكم العافية إن شاء الله. إحنا في النهاية يعطيكم العافية أول شيء على إتاحة الفرصة برنامج مسائي وقناة الرأي. ويعني نوجه الشكر إلى تبني جمعية إصلاح لهذا المشروع وهذا المهرجان. والشكر موصول للمجلس الوطني للثقافة. نعم. والفنون والآداب يعني برئاسة الأمين العام المهندس علي اليوحي جزاه الله خير كان متعاون ويانا والطاقم الموجود هناك. جزاكم الله خير ويعطيكم العافية. تسلم. على تفاعلكم معنا. شكرا لحضورك أستاذ محمد وقواكم الله ويعطيكم العافية. الله مشاهدينا احنا مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل. هناك فرق تطوعية كثيرة تقوم بجهد إغاثي خيري مميز، وفي الفترة الأخيرة كان لهذه الفرق دور رائع في إغاثة إخواننا في الصومال الذين تعرضوا لمجاعة وجفاف قاسي، فهبت سواعد تطوعية وذهبوا بأنفسهم إلى الأراضي الصومالية لتقديم العون والمساعدة الإنسانية.
بعض هذه الفرق تعمل تحت مظلة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. لذلك راح يكون معنا في هذه الفقرة كل من الأستاذ يوسف سالم الصميعي، مدير إدارة تنمية الموارد ومكتب العمل التطوعي في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وكذلك أيضا نرحب بالأستاذ محمد مرضي رئيس فريق بلسم التطوعي. حياكم الله معنا. يعطيكم العافية على هذا المجهود اللي قاعدين تبذلونه. قاعد نشوف فرق تطوعية كثيرة في الفترة الأخيرة تهب استعدادا إلى الذهاب إلى الصومال ومساعدتهم في هذه الكارثة اللي قاعدين يواجهونها أخواننا هناك. أستاذ يوسف، شنو هو سبب اهتمامكم في العمل التطوعي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دورها، وهي تعتبر مؤسسة تم إشهارها بمرسوم أميري في سنة 1986، جاءت في هذه السنوات الأخيرة أن تهتم بهذا الجانب لشعور الحقيقة أن هناك في شرائح كثير من المجتمع الكويتي، خاصة ما بعد وضع الشأن السوري، تجد حقيقة رقبة عارمة عند شباب، شرائح كثيرة من نساء ورجال لمساعدة إخواننا سواء في سوريا أو في الصومال تحديدا. وهذا الذي جاءت هي خيرية تفكر تفكير جاد بإنشاء مكتب خاص لاحتضان مثل هذه الفرق التطوعية. الهدف الرئيسي هو تسهيل مهمتهم، والهدف الرئيسي هو كلهم مظلة رسمية يعملون من تحتها، تسهيل مهام أخرى في القضايا المالية والقضايا الإدارية، وبالتالي تعطيهم دافع أكبر أن يستمرون في أداء دورهم في مثل هذا الجانب الإغاثي لإخوان في الصومال أو في سوريا. نعم، يعطيكم العافية. أستاذ محمد، كلمنا أكثر عن فكرة وأهداف فريق بلسم التطوعي. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذن الاختدانة، طبعا شرف عظيم اكون مع اخوي ابو سالم اللي فتح لنا الابواب كفرق تطوعيه في العمل تحت مظله الهيئه الخيريه الاسلاميه العالميه. فريق بلسم التطوعي فريق شبابي تطوعي، نعم. انشئ قبل 4 سنوات ونص، تركز عمل هذا الفريق لله الحمد في الصومال، نعم. عبر مشاريع تنمويه واغاثيه وبعض الكفالات في خاصه في الاسر والايتام. طبعا كحال اغلب الفرق الكويتيه ما شاء الله تبارك الله اللي انتشرت الان واصبحت يعني مناره للعمل التطوعي المجتمعي الان، بلسم تصدر العمل في القاره الافريقيه واصبح يعني يشار له في العمل في الصومال. ولذلك من فضل الله عز وجل ايضا اخواننا في الهيئه جعلوا امانه اغاثه او تنفيذ الرحلات الاغاثيه للصومال على كاهل وفي رقبه اخواننا في بلسم. ولله الحمد، قبل أسبوعين كنا في الصومال ونفذنا أكبر قافلة إغاثية على مستوى الكويت هناك، ما شاء الله. وكان في إقبال يعني وشكر وامتنان من أهل الصومال للكويت التي يعني كانت ولا زالت سباقة في العمل الخيري. فبالتالي يعني لما يذكر بلسم يعرفون أخواننا في الهيئة، يعني الصومال وتحديدا في القارة الأفريقية. نعم أستاذ يوسف، يعني شلون تشوف سرعة الاستجابة لنداءات الإغاثة في الدول المنكوبة؟ يعني هل هناك إجراءات قاعد تعطلكم في هذا العمل؟ هو ليست إجراءات، إنما الحقيقة هي التنسيق ما بيننا وبين وزارة الخارجية تحديدا وفي مكاتب سفاراتنا في الخارج. والله الحمد لله نجد الحقيقة في الفترة الأخيرة، خاصة أن تستدعي الظروف الطارئة تأتي على الكوارث، سواء كما قلت في البداية في الشأن السوري أو كان الشأن الصومالي الأخير، نعم. فما أعتقد هناك في إجراءات حقيقة تعطل، إنما هي كما ذكرت تحتاج من أن يوم حنا نقل الأموال والتعاون على نقل الأموال هناك، لابد من نستوثق استثاق كبير على أن الفلوس تأتي بطريق الصح، تذهب عن طريق سفاراتنا في الكويت هناك والتنسيق مع الخارجية، فنضمن أن هذه الأموال تأتي تروح إلى مكان الصح وبإدارة وإشراف من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. فما أعتقد هناك في إجراءات تعطل، كما هو عبارة عن تنظيم العمل بما نضمن سلامة العام ووصول الأموال كما قلت وأداء الهدف المنشود منها في وصولها في مثل هذا الأمر. يعني أكيد أستاذ محمد، العمل تحت مظلة قانونية مثل ما يقولون، مقارنتها في العمل المستقل، أيهم تفضل بالنسبة لك؟ والله احنا أخذنا في البدايات أن نكون تحت مظلة مؤسسة خيرية، نلتزم بالقوانين، نلتزم بما يسن وما يوضع من بعض القرارات، وهذا سهل علينا العمل بعد ذلك يعني مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومع غيرها من المؤسسات إن صح التعبير في التعاون المشترك. أي مؤسسة
كبيرة طبعا في الكويت لم تبخل على الفرق التطوعية، هذا من وجهة نظري طبعا، واللي أنا لمست أن أي مؤسسة كبيرة خيرية ما بخلت بأي معلومة على الفرق التطوعية وين كانت في البدايات. يعني أنا أضرب مثل في بلسم، احنا لما كنا في البدايات كنا نعاني من نقص المعلومات، كنا نعاني من قضية الجوانب الإدارية، بعض الخبرة في الجوانب المالية. لما احتضنتنا الهيئة من فضل الله عز وجل وفرت لنا السيستم الكامل، وفرت لنا بعض الخدمات، بعض المواقع، بعض الخبرات من الدورات وغيرها، بعض اللقاءات، يعني الأبواب جميعها مفتوحة. نعم. وأنا أتكلم مو مجاملة، هي حقيقة. فلذلك هذا قطع شوط طويل، قصر المسافات بيننا وبين المؤسسات الكبيرة اللي صار لها سنين قاعد تعمل. وإحنا أيضا حسينا أن إحنا فعلا مرغوب فينا، وأن إحنا فعلا يعني نستطيع أن نقدم شيء بحكم التعاون المشترك. نعم. بين فريق صغير يعني كمسمى وتطوعي مع مؤسسة كبيرة في مشاريع ضخمة ولله الحمد. فكان حرصنا في البداية أن يكون عملنا تحت مظلة مؤسسية رسمية. نعم. بعد ذلك انطلقنا في كل مشاريعنا، وكان الأمر سهل جدا، وخاصة كان مريح للمتبرع. نعم جميل. أستاذ يوسف، إذا بنتكلم أكثر على حصيلة الفرق التطوعية اللي ذهبت إلى الصومال تحديدا. هو حاليا أمانة الفرق اللي تعمل في موضوع الشأن الصومالي فريق بلسم، وهناك فريق آخر إضافة إلى عمله في الشأن السوري هو فريق التعاون الخيري. نعم. والآن هو الآن هناك الحقيقة، ويمثل هذا الفريق الشيخ عبد المنعم عبد المنعم العجمي، والآن هما وصلوا أمس الحقيقة في الصومال. نعم. ولديهم الحقيقة كم لا بأس فيه من المساعدات لقيام بعض حمل الإغاثة، لأن موضوع الصومال موضوع الحقيقة الكارثة ليست بالسهلة، حجم الكارثة كبيرة جدا. صحيح. ورقم الحقيقة المساعدة تأتي سواء من طريق فريق بلسم، والذي كانوا كما ذكر أخونا محمد قبل أيام كان لهم دور الحقيقة في الإغاثة في مثل هذه الأيام، وفي مثال الوقت موجودين هناك الفريق التعاون الخيري مع مثيلة من بعض الإخوة الحقيقة شاركوا في هذه الإغاثة. فموضوع الفرق في الصومال لدينا فرقين الآن، وما وكذلك في رقم الحقيقة كثير فرق الذي ليس لهم علاقة في موضوع الصومال، لكن لهم استعداد إذا ما وتحت لهم فرصة أن يذهبوا ويمارسوا دور الإغاثة مع أخوانهم مع بقية الفرق. نعم. نعم. جميع الشباب الكويتي مستعدين. نعم. لبذل الجهد الكبير في العمالة التطوعية ومساعدة الغير. يعني لما الواحد يساعد غيره ويشوف الابتسامة فقط على وجوههم، هذه يعني بمثابة السعادة الكاملة. أستاذ محمد، إذا بنتكلم عن أنشطة الفريق في إغاثة الصومال، وكلمنا عن المشاهد اللي شفتوها هناك ولمستوها من خلال المساعدات. والله مع الأسف كانت شوي يعني القصص اللي كانت تروى ما كان العقل يتصورها يعني ولا كان يتخيلها. لما يتكلم لك إنسان يقول لك أنا حملت أولادي الأحياء منهم إلى مسافة تجاوزت 70 كيلو، أو أنه يتكلم أنه ما أكل شيء من 10 أيام، تكلم عن مرأة حامل هي بهذه الحالة الصحية التعيسة والضعيفة، ومع ذلك تقطع الكيلومترات الطويلة، تتكلم عن ماشية تموت أمامك وهي مصدر رزق الوحيد بالنسبة لهم. تتكلم عن بيوت هجرت، تتكلم عن آلاف الناس الذين يمشون يقطعون مسافات، تتكلم عن أورام، تتكلم عن مجاعات، أطفال يعني يكاد يكون في الرمق الأخير من الحياة. نعم. يعني بين يدينك وتتحمله. نعم. وتشوف تتخيل أن هذا الإنسان ممكن أنت لو غادرته وأعطيته ظهرك إلى منطقة أخرى يمكن ما يعيش. تتكلم عن أدوية ناقصة، تتكلم عن بعض الأطعمة اللي ممكن تتوفر وتغير الحال، تتكلم عن تنكر الماء اللي احنا من فضل عز وجل في بيوتنا، والله الله لا يغير علينا الآن ما نشعر بقيمة الماء، لكن هناك الماء اللي يشربونه الماء الأصفر والماء الملوث الماء اللي له رائحة عزكم الله ما هي زينة، مع ذلك هو يصر على أنه يشرب ويحتفظ فيه في قوارير صغيرة مليانة من الحشرات مليانة من الجراثيم، مع ذلك هو يحرص على أن هذا الماء معناها أنه يتعلق بالحياة إلى آخر رمق. القصص طبعا كثيرة وما تنتهي، سبقنا فيها الطيبين والكرام من أهل الكويت، لكن أنا أوجه رسالة الآن لأهل الكويت ومن يسمعني خلف هذه الشاشة، الواقع إذا كنت تراه بهذه السوداوية فأنت عليك أمانة أنك تغيره. أكيد. تغيره بألف طريقة، أولها أن تبدأ بالدعاء إلى الله عز وجل أن يغيثهم. هو الوحيد سبحانه وتعالى القادر على أن يغيثهم أسرع مني ومنك. صحيح. لكن باب الإغاثة وباب العون وباب المساعدة هذا يبدأ من لا شيء. نعم. يبدأ من أقل المجهود، ولو أن تتواصى بالخير والعدل كما نقول، يعني أن تتواصى يعني تنصح تقول يا جماعة قدموا يا جماعة ابذلوا حتى. نعم. من قدم شيء بسيط. هناك أنا بعيني رأيت أن القليل
يصنع الكثير. صحيح. هناك ترى الدينار الذي تقدمه وأنت يعني ربما تزهد فيه، لكن بالفعل هذا الدينار يصنع الكثير، ربما يغير حياة إنسان ويبعد شبح الموت عنه مئات الأمتار عنه. ليش؟ لأن الوضع يا إخواني بالأنفس، الآن نتكلم عن الساعة الواحدة يموت 100 إنسان و20 إنسان فيما نراه، بالك بالذين بقوا. صحيح. حتى الآن وظلوا في البادية. صحيح، يعني كلامك جدا سليم، وأنا قاعدة أشوف أن الشعب الكويتي دائما ما يكون شعب معطاء ويحب العطاء، دائما ما تشوفه هو السباق في أنه يتبرع ويحاول أن يساعد الدول الأخرى اللي محتاجة إلى المساعدة وإن كانت بسيطة. شكرا لكم ولتواجدكم معنا، وشكرا على هذا العمل الجبار اللي قاعدين تبذلونه، وإن شاء الله يعني نتمنى أنكم تستمرون في هذا العطاء اللي قاعد تعطونه لغيركم في تغيير حياتهم. شكرا لك أستاذ يوسف سالم الصميعي والأستاذ محمد مرضي على تواجدكم معنا اليوم. جزاك الله خير، سعيدين والله بهذا اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا، احنا مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل. حب القراءة والارتباط الوجداني العقلي مع الكتاب هدف يسعى إليه كل من يريد تغذية عقله بالمعلومات، حيث تعتبر القراءة رافد أساسي من روافد المعرفة والفهم والإدراك، حتى تكون القراءة عادة من عادات الحياة وجزء من روتين العيش اليومي. رح نتعرف في هذه الفقرة عن معرض الكتاب الإسلامي الذي سينطلق غدا في أرض المعارض. نرحب بالأستاذ عبد الرحمن عبد الله الشطي مدير العلاقات العامة في جمعية الإصلاح الاجتماعي، حياك الله أستاذ. حياكم الله وسعيد بتواجدي في قناة الرأي وبرنامج مسائي. تسلم أستاذ عبد الرحمن، يعني القارئ العربي حاليا، احنا بندش حامي جديد. حامي على طول. القارئ العربي حاليا وفي هذا الوقت يعني مقل في القراءة للأسف، ثقافة القراءة أصبحت متدنية عند البعض، شلون تشوف هذا الشيء قاعد يأثر على المجتمع ككل؟ أي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية أكرر شكري لاستضافة في برنامج مسائي، وسعيدين أيضا والشكر موصول للأخوة في قناة الرأي كذلك. بالنسبة لواقع القراءة أنا أتكلم من واقع صعب طبعا، وهذا شيء ما هو سر أن نقوله، يعني كثير من الإحصائيات اللي نقرأها الآن تتكلم عن أن معدل قراءة الإنسان العربي قد لا تتجاوز دقائق في السنة، يعني هذا متوسط، وهذا أرقام مؤلمة، وأنا يمكن علي اطلاع على هذه الأرقام بحكم تحضيري واهتمام بهذا المجال، فعلا أرقام مؤلمة، لكن ليس معناه أن الإنسان يستسلم ويضع السلاح مثل ما يقولون، بالعكس كل الشعوب التي يعني نهضت كان مفتاحها بداية هو المعرفة. أكيد. فلذلك يمكن جمعية الإصلاح من المبادرين جدا، من أقدم معرض كتاب في الكويت هو معرض الإصلاح، بدأ حتى قبل معرض المجلس الوطني. نعم. ولا يزعلون منا، بالعكس نوجه لهم كل تحية وتقدير على احترافيتهم يعني. أكيد. لكن هو المجال جيد، احنا حرصنا في جمعية الإصلاح أن يكون معرض الكتاب الإسلامي هو جزء من المشهد الجميل لبلدنا الكويت الحبيبة. نعم. والكويت كانت سباقة ترى في احتضان الفعاليات الثقافية. صحيح. ويعني عندنا المجلس الوطني بكامل فعالياته، كل الجمعيات الأهلية، الوزارة التربية والإعلام، جهود كبيرة جدا صراحة، يعني أكثر من الإنسان يحصيها في هذه الدقائق السريعة. نعم، يعني على كثرة هذه المعارض التي تنادي بالقراءة. صحيح. وكثرة الكتاب سواء كانوا في الكويت أو في كافة الدول العربية، إلا أن لا ننكر على حسب الإحصائيات اللي أنت قلتها. صحيح. أن للأسف هناك عزوف في القراءة، إذا بني نحصرها في أسباب معينة، وين تشوف الأسباب؟ طبيعي نتكلم إحنا اليوم، إحنا اليوم في جيل الأجهزة الذكية، إيه في أجهزة ذكية، حتى إن اليوم إحنا إذا بتقدم أنت محاضرات ولا بتقدم شيء ما تقدر تقول إلا يعني سندويتشات ثقافية سريعة. نعم. الآن إحنا جيل التغريدات، جيل البوستات السريعة. صحيح. الكلمة اللي تقولها إذا ما تقولها بصوت عالي وبرسالة إخراج قوي. نعم. القالب المشوق الآن، حتى كنت أقول لبعض الأخوة إحنا اليوم نعيش تحدي الإشباع البصري.
احنا الناس كلنا الان مشبعين بصريا. نعم. عندنا قاعد نشوف مواد وخصوصا اخراجياتكم المحترفه في قناه الراي مثلا، قاعد الناس قاعد تشوف مستوى عالي من الابهار البصري. فاصبح الكتاب بعيد تماما انه يقدم هذا الابهار وهذا الاشباع البصري. اولادنا يفضلون يشوفون مقطع على اليوتيوب مده دقيقتين، مده ساعه يمكن يوصل، كرتون يشده مده طويله، ولا مستعد يقعد دقيقتين ثلاث دقائق يقرا فيها كم صفحه. نعم. فهذا تحدي احنا نعيشه، لذلك هو تحدي للناشرين، تحدي للمثقفين، تحدي انهم يبدون يواكبون الناس في وسائلهم وفي التطور اللي قاعد يحصل في هذا. وبعض المكتبات فعل الامانه تتميز يعني في موضوع الكتاب المصور، موضوع الكتاب الالكتروني، موضوع الكتاب المدعم بالاوديو بوك يعني الكتاب الصوتي المسموع. فالحمد لله في بعض الممارسات، لكن نقول هي يعني مدافعه تبدي شوي شوي. نعم. ان شاء الله الى ان تصير كره ثلج تدفع. نعم. بمسيره الثقافه ان شاء الله. اكيد يعني هذه النقطه اللي انا جيت ابي اتكلم فيها، اذا احنا بنشجع اكثر الناس على القراءه، قلنا في تبون كتاب الكتروني موجود كتاب الكتروني، تبون اوديو في اوديو. فشنو شلون نقدر احنا نشجع الناس ان هم يقرؤون؟ تعالوا معرض الكتاب. هذا بدا. لا حقيقة احنا يمكن في المعرض، انا ودي يعني ادش في هذا المحور الى المعرض نفسه، يعني يمكن نحاول ان نقول للناس ترى الثقافة اليوم ما تقدم فقط بقالب واحد وهو الكتاب. صحيح. انا بالنهاية اقول حق الناس رسالة، هل كل اب يحرص ان ولده يكتسب العلم والمعرفة، هل القالب الوحيد هو الكتاب؟ لا، انت عندك الكتاب، عندك الصوت المرئي، عندك الجيمز احيانا يكون فيها ترى جزء معرفي. صحيح. عاد احنا قاعد نتجه اتجاه نعطي جيمز في فائده، في محتوى مفيد لاولادنا، ولا محتوى هادم. نعم. وغير بناء، هذا تحدي. لكن انا اقول احنا اليوم في المعرض قاعد نحاول نحرص حتى على استضافه دور النشر اللي قاعد تقدم محتواها بطريقه ايضا متميزه. نعم. لا شك ان الكتاب التقليدي موجود وله جمهوره. اكيد. وللامانه ما زالت جزء كبير من الدوائر الثقافيه ما زالت تعتمد الكتاب التقليدي هو وسيله المعرفه الاساسيه. نعم. وهذا موجود، ما نقدر نلغيه، هذا واقع. كذلك ما نلغي واقع ان الناس في تحدي واتجاهات جديده الى الاتجاهات الحديثه في التكنولوجيا لتقديم المعرفه. يعني انا اليوم برامج كامله في رمضان وغير رمضان قاعد تطلع باليوتيوب مثلا. صح. والناس قاعد تتابعها، يقول لك والله ليش انا قاعد اشوف بالتلفزيون؟ انقي الوقت اللي ابيه على كيفي واشوف بالشاشه بتليفوني بالايباد بغيره اشوف. صحيح. فهذا التحدي موجود، وفي دور نشر الامانه، وفي جهات قاعد تقدم قوالب معرفيه متميزه ومحتوى متميز في هذه الوسائل كلها. نعم، الجهد المبذول يعني قاعد نشوفها احنا على ارض الواقع، قاعد نشوف دور نشر قاعد تبذل مثل ما قلت الجهد المطلوب علشان يوصلون ماده ثقافيه دسمه اللي حاب انه هو ياخذ هذه المعرفه. صحيح. لكن ايضا هناك عاتق كبير على الاهل، الاب والام، شلون هم يغرسون حب القراءه في ابنائهم. وهي ترى مثلث. انا. صح. اقول هي يعني مجموعه من الجهود المتراكمه. يعني انا اقول والله الولد في مؤسسه البيت، مؤسسة المدرسة، مؤسسة المجتمع المدني، يعني. نعم. كلها كاملة، هذه كلها تصنع عقلية الطفل، شخصيته، هواياته، ما يحب وما يكره. فإذا من صغره حب المعرفة غرس فيه، بالنسبة له العائق ما يكون كتاب ولا يوتيوب، ما تفرق وياه. صح. لأنه هو بالنهاية يبي المعرفة، يبي المعلومة. صح. راح يشد انتباهه الفضول المعرفة. صح. فأنا هذا اللي أحرص عليه دائما، أقول للناس ومن حولي وأهلي وعيالي، حتى أنا أسولف في عيالي، يعني ما عندي مشكلة أبطل له شيء مفيد في الآيباد. أنا أقوم أبطله في الآيباد، أقول أشوف. إيه؟ ما عندي مشكله اذا كان شيء مفيد. العاب الذكاء اللي تنمي الذهن. هذا ترى ايضا جزء من، بدال لا اعطيه محاضره عن كيف تنمي تفكيرك، انا ممكن اعطيه لعبه مباشره تنمي تفكيره. نعم. شنو الوسائل الثانيه اللي ممكن انا احبب الطفل، ابني او بنتي، ان هم يحبون القراءه اكثر ويكون عندهم رغبه اكبر في طلب المعرفه؟ صحيح. انا ما ودي اكون محبط اكثر واقول فاقد الشيء لو يعطيه، لكن اقول بامكان الام والابو اذا ما على الاقل ما كانوا من اهل القراءه، على الاقل في اشياء حلوه، خلينا نسميه، في ترى في احيانا الديكورات مفيده. صح. يعني وجود رف مكتبه قدام عين الطفل، يعني قريب من العين قريب من القلب يقولون. نعم. يعني خلي الكتاب في الفه بينه وبين ولدك. ممكن انا يصير القراءه بشكل جماعي، ممكن يصير القراءه تنافسيه وسباق، اقول تعال اللي يصير شاطر راح اروح وياه المكتبه واشتري له القصه اللي يحبها. حلو. تمام. هذا من صغر تبدا طبعا. ايه؟ ما يعقب ما الولد يكره الكتاب وكل شيء واقول له تعال بسوي مسابقه اللي يفوز اعطيه كتاب. صح. تكون هذه خلاص طاف الوقت يعني. صحيح. لكن ممكن يصير قراءه بشكل جماعي، يعني الان حلو في اتجاه جميل بالكويت ترى للعلم، هذا نبه عليها يعني. يعني في مشروع جميل برز بالكويت ويعني غير ربحي، مشروع الجليس مثلا. نعم. وسوى مجاميع قرائيه. صحيح. وعدد منتسبين كبير جدا. صحيح. وهو صار له سنين بعد، وترى هذا يعني ترند على قولتهم اتجاه
محبب لأنه يجمع الشباب، يعني هو فكرته أن أنت وجروب تسوون مجموعة قراءة. نعم. فنستأنس شهريا نلتقي على كتاب على نقاش على ويطور ملكة الحوار ترى مو بس صح. القراءة والمعرفة صح. لا ملكة الحوار ملكة تنقيح الأفكار الثقة بالنفس, الثقة بالنفس أرد وأفرز مو كل شيء يقولوا لي أنا مصدقة لا لا أنا عندي قدرة على النقد ملكة نعم. النقد هذه مهمة جدا نعم. إحنا ودنا أولادنا يكتسبون مجموعة مهارات ثقافية وعقلية مو فقط يعني بس يقرؤون بس يعني يستهلكون نعم. يعني. استاذ عبد الرحمن اذا بنتكلم عن المعرض اكثر عطنا تفاصيله والمشاركين فيه. نعم بالنسبه لمعرض الكتاب الان هذا المعرض ال42 يعني احنا قاعد نتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى تاريخ طويل من المساهمه في المشهد الثقافي بالكويت والحمد لله. المعرض للأمانة السنة هذه احنا حاولنا يكون نقدمه للناس بصورة يعني جديدة حتى انتجنا يعني دعاية المعرض وانا يمكن طلبت من الأخوة لو يبثونها ممكن تكون موجودة يشوفونها. كلها الهدف منها حملة إعلامية جديدة تقدم الثقافة بقالب مشوق. نعم يقول حق الناس ترى يا جماعة شعارنا ثقافة أسرة في معرض الكتاب الإسلامي. راح تيجي المعرض راح تلقى شيء يشبعك أنت كأب يشبعك أنت كأم كأخت كبنت يشبع الطفل يلقى كتب القصص كل شيء هذا احنا حاولنا نوفره في محاضرات صباحية محاضرات مسائية نعم. طبعا الصباحية مخصصة لزيارة مدارس البنات ايه. اي نعم والحمد لله ترى هذا كله بتضافر جهود يعني انا اوجه رسالة شكر لوزارة الاعلام ممثلة بوزير الاعلام نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح على رعايته للمعرض نعم. وكذلك إدارة المطبوعات والنشر لتعاونهم التام صراحة نعم. وزارة التربية يعني أرسلت عدد كبير جدا من المدارس بفضل الله تعالى يشرفونا وراح يلقون كل يعني الدعم والترحيب بإذن الله نعم. في معرض الكتاب يعطيكم العافية على هذا المجهود وإن شاء الله يستمر هذا المعرض فضل. لسنين قادمة. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن عبد الله الشطي مدير العلاقات العامة في جمعية الإصلاح الاجتماعي. الله يعطيكم العافية. مشاهدينا احنا مستمرين معكم ومن بعد الفاصل مع فقرة قانونية مميزة مع المحامي مشاري العيادة. بدوري انا الحين اقول لكم تصبحون على خير واخليكم مع محامينا مشاري العيادة. Working free inside the area, so even the most skilled of our defenders, to give him a little, this is one of the few occasions he had very dangerous player and to keep an eye on. Giocatore molto pericoloso e la tenere sempre sotto controllo. Then we'll go really on defense as well as always going on Salah among other teams, never giving game. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. اليوم عندنا موضوعين نبي نتكلم فيهم معاكم ونسطر بعض التساؤلات المستغربة والغير معقولة في وقت الكل طبعا ينتظر أحداث جلسة اليوم. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني راح في الفقرة الثانية راح نسطر هم بعد أو نركز الضوء على قضية وقضية كانت خلال الأسبوع اللي فات. الكل يعلم أن موضوع قانون المحكمة الإدارية واللي انشغلنا فيه خلال هالأيام اللي فاتت وطلبت الحكومة التأجيل لتقديم ما عندها من معلومات وتعديلات من اللجنة التشريعية وإلى اليوم وصلنا إلى التصويت وما كان يعني ما كان متوقع هذا التصويت على قانون اللي هو التعديل المحكمة الإدارية. والكل يعلم علم اليقين أن اليوم عندنا ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. فكان موضوع تعديل المحكمة الإدارية للنظر في سحب وإلغاء وموضوع الجناسي كان الكل طالب في مسائل أن المحكمة تنظر في مسائل إسقاط الجنسية. وهذا الأمر ما هو غريب، من بعد الغزو في عام 1994 خلوني أعدد لكم من اللي طالب في تعديل يعني اقتراحات، من ضمنهم أول اقتراح بعد في عام 94 في تعديل المحكمة الإدارية اللي هو طبعا كان النائب عدنان عبد الصمد وعبد الله الرومي ومشاري العصيمي وأحمد نصار الشريعان ومحمد ضيف الله شرار.
في عام 1994. نرجع العام 1995 بعد بسنة، التعديل هم بعد نفس الاقتراح النائب علي البغيلي، أحمد النصار، أحمد شريعان والدكتور أحمد الخطيب وعبد الله الرومي. نفس الاقتراح في عام 97 واللي طالبوا بنفس الفكرة بتعديل المحكمة الإدارية النائب عدنان عبد الصمد، وفي سنة 2011 الدكتورة معصومة مبارك، يوسف الزلزلة، عبد الرحمن العنجري وعلي الراشد وصالح عاشور. ماني عارف ليش الحكومة متخوفة من موضوع اللجوء المواطنين للمحكمة في النظر في دعاوي سحب الجنسية. احنا كقضاء واقف وكمحامين نطالب، وهذا من اهم عندنا نص صريح ومبدأ من مبادئ القانون على المتضرر اللجوء للقضاء. طيب في تخاصم شخصين مثلا حكومة ومواطن، وين يتجه هذا المواطن في مسألة مرسوم سحب الجنسية لنفترض في تعديلاته في اللجنة التشريعية مثل ما احنا شفنا؟ حاولت اتصال في بعض النواب في اللجنة التشريعية، مع كل أسف يعني ما قدرنا نوصلهم، لكن يبقى التساؤل شنو اللي صار اليوم في الجلسة. مع العلم أنه يعني في حديث أحد النواب قبل 3-4 أيام قال إحنا ماخذين أغلبية، واليوم نفاجأ في أن لا توجد أغلبية. شنو السبب؟ من يطلعنا على هذا الموضوع؟ إحنا راح نأخذ اتصال. كنترول جهزوا لي الاتصال، معانا الاتصال. اسمحوا لي طبعا النائب صفاء الهاشم، معانا النائبة صفاء الهاشم. مساك الله بالخير أم عبد العزيز. مساك الله بالنور والكرامة. هلا أستاذ مساك. وصلتي؟ وصلت الحمد لله. الحمد لله. قولي لي أم عبد العزيز، قولي لي. جلسة ماراثونية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، وعذرني صوتي شوية بعد من بحث من هذا اليوم، لكن خليني في البداية أقول وأنا أتفهم تماما. شكلك صرختي اليوم ماجد أم عبد العزيز بالمجلس. والله كالعادة يا أخ مشاري، مو قصة والله كالعادة، أنا حتى صراخي يكون بالحق. نعم. إذا الشيء بأذيك يا مواطن كويتي، وأنا أقسمت نعم. على احترام الدستور والذود عن حرياتك ومصالحك وأموالك، لازم أدي أعمالي بكل أمانة وصدق، حتى لو كان هذا الشيء على حساب قناعة، أو لأن في النهاية أنا من بعد الشطب الجائر اللي سوته فيني الحكومة يعني عندك روح الانتقام أم عبد العزيز ولا لا يعني لا والله ما في روح انتقام؟ لا أرجوك، لا لا والله ما فيها انتقام، لكن ما حد رجعني إلا الشعب الكويتي، أهلنا. الصوت الكويتي هو اللي ردني إلى الكرسي لأدي أمانتي. بس خلني في البداية أقول لك اليوم هذه الجلسة، ولو إن أنا عندي توجه يعني عبد العزيز يقطع صوتك، يقطع صوتك، عطينا بالصميم شنو اللي صار، شنو اللي صار معاك في الجلسة؟ تسمعني صوت واضح؟ نعم نعم. عزيزي أنا قلتها اليوم في الجلسة وأكررها الحين، أينما تقع السلطة تقع المسؤولية. نعم. هذه الجملة والعبارة لها أكبر الأثر في النفس، لأن عندما شكيت يوم ولا لحظة في حب ووفاء وولاء أسرة حاكمة محبة لنا، المواطنة ولاء وسلم اجتماعي، قوة مجتمعنا تكمن في تماسك نسيج اجتماعي في ظل نظام فريد من نوعه لأسرة حاكمة عادلة. أنا ما شهدت في الشهر الماضي من بدأ هذا الموضوع إلا استقطاب فئوي قبلي طائفي عنصري تجلى بأبشع صور على وسائل الاتصال الاجتماعي، أهمها تويتر، وشفنا السب وشفنا الفرقة. حزنت على ذوبان وتهالف قانون وحدة وطنية. اليوم كان الكلام عن 3 قوانين مقدمة، العفو العام والأساس والمحكمة الإدارية، اللي هو طبعا مرتبط بقانون رابع اللي هو تعديل الجنسية، تعديل قوانين في الجنسية. وللأسف كان أحد النواب تقدم بتعديلات لقانون الجنسية، ترى هي اللي انسفت، يعني هو خرب ما يأصلح.
لما حمى مزورين المزدوجين في هذا النطاق، وعلى عشان كذي شفنا هذا الغضب في الشارع الكويتي. والناس كثير تسألني أنت سبق بختلف معاك بالموضوع، معليش خلينا نحط نقطة نقطة مع عبد العزيز. يعني إحنا القانون، أنا طبعا راجعت القانون، ما في حماية للمزورين، وين الحماية، وين الحماية للمزور أو المدلس؟ أخي الكريم، في البداية عند ورود الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، وأنا أحدهم، يعني أنا قدمت اقتراح بقانون، لما يوصلون في التشريعية يتم التنقيح، والتنقيح يعني ما انتهت إليه اللجنة. أنت عارف إحنا نشتغل على نظام الجداول المقارنة، لما نيجي على بعد ما في اللجنة لما تشتغل تحط في الجدول المقارن، بعدين تكتب ما انتهت إليه اللجنة. فهني ممكن أنا أكون قدمت شيء جميل مغلف بحلاوة غير طبيعية، قانون يعني يسري للشعب الكويتي. لكن لما تيجي قوانين أخرى تدمر، شو يصير؟ تنتهي اللجنة بالتقرير اللي حضرتك شفته. في البداية في أثناء التقديم، وأنا أحدهم، لما قدمت ترى على طول بعد القسم قدم الأخ حميدي سبيعي ومجموعة خمسة من النواب بصفة استعجال. هذا ما يعد تناقض أنك أنت قدمتي قانون أم عبد العزيز وبعدين أبداً صوتي ضده؟ أبداً. أنا أقول لك ليش، ليش صوتي ضده؟ علمينا ليش. أي إن شاء الله. القانون اللي قدمته كان حق اللجوء إلى المحكمة القضاء وقت إذا انسحبت الجنسية، والحق في اللجوء إلى القضاء. طيب، وأنا في البداية آمنت أن الحل يكمن في أن مثل هذه القوانين للحفاظ على هويتنا الكويتية والقضاء على تزويرها. زين، لا تنسى أن أنا من أوائل من فتح هذا الملف في 2012 في استجوابي للوزير قبل السابق الداخلية. نعم، وبصراحة بقولها على الهوى. نعم، كلمة الرئيس مرزوق الغانم اليوم أثلجت صدرك. ها، أثلجت صدرك؟ أثلجت صدري. أيه، فعلاً، لأن جت على ما تمنيتي. لا أخوي مشاري، أرجوك لا تستبق جملي. ما استبق، لكن أنا أهم بعد عبد العزيز، إحنا اليوم في قوانين قدمت واليوم تم تناقضها. أنا لا أخ مشاري. نعم، أخ مشاري لو سمحت، أنا ضيفتك. نعم، أنت طالب تستفسر مني. نعم، أنا قاعد أقول لك أنت قاعد تستبق وتأخذ مني. ما استبق، أنا قاعد أخذ منك. أنت قاعدة تقدمين إجابة، أنا أخذ من الإجابة وبنفس الوقت قاعد أرد أجاوبك. لا بس ما خلصت الإجابة أخ مشاري. أستاذ مشاري أنت محامي وشاطر وعارف. إحنا أم عبد العزيز، أم عبد العزيز، إحنا أنا لما قدمت هذا القانون كانت بناء على رؤية عندي. نعم، لكن عندما يتم استثناء الصحافة، دور العبادة والإبعاد الإداري، وأنا قايلة هذا الكلام، يعني أنا أسهل شيء علي أقول لك أني أنا تقدمت بطلب للجنة التشريعية أرفع اسمي كتابي لمكتب المجلس، أسحب اسمي من هذا الاقتراح. أنا ما سويتها الحركة، بالعكس الشجاعة عندي الأدبية أني أقول نعم تقدمت، بس ليش ما خليتوا العاد الإداري؟ ليش شلتوا دور العبادة؟ ليش شلتوا الصحافة؟ إني أنا بديت أتشكك، لأن إذا الشيطان بيكمل في التفاصيل، إحنا مقولة قديمة، الطريق إلى الجنة معبد، الجهنم معبد بالنوايا الحسنة. المزور روح للمحكمة. أم عبد العزيز، أنت ما عندك مشكلة في مناقشة قانون الجنسية ما بالمحكمة الإدارية؟ لا، أنا عندي مشكلة بعد ما قريت البنود اللي انحطت وتقدمت اليوم. تعطيني إياهم بالصميم، الله يخليك، عشان الوقت. لا والله الحين مو معي، لأن المذكرات خليتهم على الطاولة في قاعة الجلسة. طيب أم عبد العزيز، طيب أشكر جزء كبير منهم أقدر أقول لك. أشكر النائبة، طبعا النائبة صفاء الهاشم، شكرا لك. ناخذ فاصل ونرجع نكمل فقرتنا الثانية. قبل يومين صارت حادثة طبعا هزت الشارع الكويتي، ما بين تعاطف اللي حصل لرجل الأمن اللي ينطق. أنا بنشوف الفيديو قبل كل شيء.
وبنعلق طبعا موضوع هذا الفيديو اللي انتشر. هذا دليل على قوة الإعلام وعلى تركيز الإعلام. التفاصيل الباقية احنا ما نعلم عنها، لكن احنا نختلف في طريقة التعامل مع رجل الأمن. ورجل الأمن له احترامه وله تقديره وله حشمته، رجل الأمن يقوم بواجباته حتى وإن تعسف في سلطته في طرق قانونية نقدر نتواصل فيها لأخذ حقنا من هذا رجل الأمن في حال طبعا أخذ أو تسلط في سلطته أو قام تعنت في هذه السلطة. لكن خلونا نشوف الفيديو علشان نعلق على مجريات هذا الفيديو. عطنا المخرج. يعني مثل هالفيديو، يعني شلون راح تكون وين هيبة رجل الأمن على هالمنظر اللي احنا قاعدين نشوفه، في بشاعته، في قمة الاستهزاء، في قمة الاستياء، لم ينظر لهذا القانون، لا ينظر لرجل القانون لأي اعتبار، كأن شخص، وكأن هذا الرجل لا يطبق أيا كان، نختلف معاه جملة وتفصيلا، ولكن يبقى رجل الأمن هو هذا الرجل الذي نكل كل احترام وتقدير، فهو منظم هذه السلطة التنفيذية، وهو حامي، يعتبر حامي الحمى، ما لبسته الدولة هذا اللبس علشان يستهزأ فيه في هذا المنظر وفي هذه الطريقة البشعة اللي أساءت لرجل وهيبة رجل الأمن. السؤال وين؟ وين هيبة رجل الأمن؟ ومن المسؤول عن هيبة رجل الأمن؟ بهالطريقة المجحفة اللي احنا نشوفها قاعد ينطق في وسط غريب الأمر، مستغربين منه. الفيديو انتشر طبعا. هذه القوة، قوة الإعلام، هي اللي ركزت التركيز لرجل الأمن. السؤال الثاني وين المعدات اللي يحمي فيها رجل الأمن نفسه؟ على الأقل لو نفترض هذا رجل الأمن في الشارع وكانت في مشكلة لإحدى المواطنات، الوافدات، أي شخص كان، كيف يحمي رجل الأمن هذه الشخصية؟ لا وجود لا معه طبعا معدات للحماية. لكن السؤال وين التشريع لرجل الأمن وحماية الرجل الأمن؟ طبعا كل من اعتدى على رجل الأمن في مهام عمله أو أي يعني أي موظف عام طبعا يعاقب بالحبس لمدة 5 سنوات و5000 دينار غرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين من قانون الجزاء مادة 134 و135 كما هو منوه في مواد هذا قانون الجزاء. لكن يا جماعة نستغرب، ينطق جهارا نهارا أمام مرأى الناس ومرأى العالم، وبالتالي من يحمي هيبة رجل الأمن؟ للرد على تساؤلاتكم وجود أرقامنا ومقترحاتنا موجودة طبعا، نستقبل أي اقتراح، أي استشارة، أي أنتم أصحاب الفضل في هذا الأمر، لمواضيع مهمة، اللي عنده فيديو يحب يركز طبعا نركز النظر في مسألة أو قضية أو فيديو يحب أنه يتم نشره، احنا مستعدين لنشر هذا الفيديو. وتبقى الهيبة لرجل الأمن دون النظر لأقل رتبة ولا أعلى رتبة. أنا كنت متمني طبعا أخذ اتصال من الأخوة في وزارة الداخلية، كل التحية طبعا مدير العام العلاقات العامة العميد عادل الحشاش، كان ودي أني أخذه معاه وكان ينتظرنا المفروض، لكن لعدم اتساع الوقت وضيق الوقت. وكذلك الشكر ملحوق للمقدم ناصر أبو صليب كذلك لحرصه على هذا الموضوع، ولكن يبقى أنتم الحكم وأنتم خير شاهد لمثل هذه المواقف. إلى أن نراكم إن شاء الله في الأسبوع الجاي في موضوع جديد وقضية جديدة في أمان الله.